قال في نهج البلاغة في وصيته لولديه الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما: ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، ولا تأسفا أي على الدنيا، يعني ولا تحزنا عن شيء زوي عنكما، قبض ونحي عنكما من الدنيا، لا تتأسفون لا تحزنون. وقولا بالحق، وقولا بالحق يعني لا لأجل المال والجاه، واعملا للأجر، البعض يقول يعني واعملا للآخرة، والبعض يقول واعملا للأجر من الله تعالى. وكونوا للظالم خصما، كونوا خصوم الظالمين مهما كانوا أقوياء، وللمظلوم عونا، كونوا للمظلومين أعوان ضد الظالمين. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com.